شوارع القاهرة بدورها تشهد كثافات مرورية تبدو متوسطة مع فترة خروج الموظفين من أعمالهم. لمن لم يغادر موقعه حتى هذه اللحظة في منزله أو في عمله، سنحاول إطلاعه على طبيعة الأجواء على مستوى الأداء المروري في شوارع القاهرة المختلفة. من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ميرنا عادل تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة لإطلاعنا على المزيد. ميرنا تفضلي. أهلا وسهلا بك أحمد. بالفعل نتابع معكم سير الحركة المرورية هنا من داخل غرفة العمليات الخاصة بالإدارة العامة للمرور، كون اليوم هو الأحد فهو اليوم الأكثر ازدحاما في كافة الشوارع والمحاور المؤدية إلى إقليم القاهرة. ولنطلع معا لمزيدا من التفاصيل حول الحركة المرورية وأماكن الازدحام. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الرائد محمد الشربيني، وهو المشرف العام على غرفة العمليات الخاصة بالإدارة العامة للمرور. بداية نرحب بحضرتك طبعا معنا على شاشة أونلايف، ولو نتحدث أكثر عن سير الحركة المرورية بالقاهرة والمحاور المؤدية إليها. طبعا مساء الخير لحضراتكم الجميع السادة المشاهدين. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي وفي واضح الشاشات من خلفنا أن في بعض الأماكن فيها أحجام حركة مرتفعة بسبب فترة الظهر والمسائية. طبعا عندنا اهمها مخارج القاهره من طريق السويس ما زال يشهد ارتفاع ملحوظ في معدلات الحركه من بعد كوبري الجيش واتجاه اسفل الدائري، اتجاه الاخر يعمل بشكل جيد. ايضا عندنا قطاعات على طريق الدائري في منطقه قصر النبي القادم من مناطق اعلى الاستيراد والمتجه للجيزه ما زالت يشهد احجام حركه مرتفعه، اتجاه الاخر يعمل بشكل جيد. مناطق منزل الاستيراد من الطريق الدائري والقادم من القاهره الجديده اتجاه المعادي ما زال يشهد احجام حركه مرتفعه ايضا بيتم التعامل معها. باقي قطاعات الطريق الدائري الحمد لله اتحسنت فيها الحاله من بعد نفق السلام وحتى الطريق الزراعي، وايضا من بعد وسط المرطيه المتجه للزراعه ايضا دلوقتي الحاله عليهم جيده. محور 26 يوليو ما زال حتى الان يشهد كثافات متوسطه او اقل من متوسطه في منطقه اسفل او من اعلى السودان وحتى اسفل الدائري في اتجاهين، بعد كده الحاله عليه بتبقى جيده جدا ما عندناش فيه اي مشكله. عندنا بننصح على في مناطق الدائري باستخدام البدائل من وسط المدينه اتجاه من القاهره للجيزه الحين هدوء الحاله على مناطق الدائري. باقي الحاله المروريه على الطرق السريعه تعمل بشكل جيد، ما عندناش اختراط باي معوقات اخرى للحركه، وان شاء الله بنتابع مع الخدمات الميدانيه لتم تعزيزها بشكل كبير جدا على كافه الطرق السريعه لحين الانتهاء من الظهر المسائيه قبل الافطار ان شاء الله. هل حدثت أي مشاكل على الطرق إن كانت حوادث أو توقف أو تعطل بالطرق، خاصة منذ قليل لاحظنا وجود بعض الحوادث على طريق الأوتوستراد؟ طبعا في البداية بنأكد أن من صباح اليوم حتى الآن الحالة الجوية مستقرة على الطرق السريعة، ما لهاش أي تأثير على الحركة المرورية. كافة الطرق مفتوحة من القاهرة الكبرى اتجاه المحافظات والعكس. الحوادث اللي موجودة عندنا حادث انقلاب سيارة نقل محملة بزجاجات المياه الغازية في منطقة الأوتوستراد، لها تأثير على القادم من الدائري اتجاه الأوتوستراد والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه منزل الأوتوستراد، وأيضا في مناطق الأوتوستراد سواء القادم من مناطق مدينة نصر والعكس. تم استعداد السيارة بمعرفة الإدارة العامة للمرور القاهرة بمعاونة الإدارة العامة للمرور، وبيتم الآن الانتهاء من الحمولة اللي موجودة، وإن شاء الله خلال دقائق هيبقى في تحسن واضح للحركة. ايضا في منطقه اعلى قصر النبي والقادم من مناطق مصر القاهره الجديده والمتجه للجيزه في حادث عبور مشاه بنفس المكان ما اثر على حركه المرور وبيتم التعامل معه، تم تجنيب السيارات بالفعل والمصاب، وبيتم الان تسير الحركه المروريه في منطقه اعلى قصر النبي المتجه للنيل، وان شاء الله في الاوقات الجايه يبقى في تحسن في الحركه المروريه. باقي الطرق ما لهاش اي اختراط باي حوادث اخرى، ونامل ان اليوم يستمر بدون حوادث اخرى باذن الله. نستعرض معا يا فندم الأرقام الساخنة الخاصة بالغرفة هنا في حال أن أحد المواطنين أراد التواصل معكم حال حدوث بعض الحوادث. يعني طبعا في البداية بنأكد أن الإدارة العامة للمرور بتوجيه من السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كثافة خدماتها بشكل كبير جدا على الطريق الدائري وأيضا الطرق السريعة وداخل المحافظات في الأماكن المعتاد فيها الكثافات في شهر رمضان قبل الإفطار. الخدمات دي متواجدة لحين هدوء الحالة وانتهاء الظهر المسائية، وأيضا بيتم استئناف الخدمات حتى الساعات الأولى من الصباح بسبب الكثافات المسائية. الخطة دي الخطة بيتم متابعتها طبعا من السيد اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، والسيد اللواء عاصم طلاشر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجزء منها وهي نشر خدمات الإغاثة بكثافة على كافة الطرق السريعة. يمكن سيارات الإغاثة وأيضا السيارات المجهزة للمعاونة المواطنين متواجدة بالفعل على الطرق، عنده أي مشكلة على الطرق السريعة سواء حوادث أو أعطال أو أي شيء آخر مؤثر على حركة المرور بيتواصل مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور على رقم 0122-111-4-0 0122-111-4-0 أو عن طريق أيضا النجدة على رقم 122، وإحنا طبعا بدورنا بنواجه أقرب خدمة مرورية للمعاونة معاه
لحين انتهاء المشكلة اللي على الطريق، وإن شاء الله ما يبقاش في أي مشكلة في الفترة اللي جاية وما يبقاش في حوادث أو عطل بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. سيادة الرائد محمد الشربيني كنت معنا على الهواء مباشرة. ده كان لقاءنا اللي استعرضنا فيه سير الحركة المرورية في محافظة القاهرة وكافة المحاور المؤدية إليها والتكدسات المتواجدة في كوبري أكتوبر وأيضا في شارع الأوتوستراد وكيف سيتم التعامل معها. وبذلك أعود إليك مرة أخرى إلى الاستوديو أحمد. شكرا جزيلا لك ميرنا عادل على الهواء مباشرة منضمة إلينا من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. شكرا جزيلا لك.